الله يقول لك صافي. في مسالتين، في احنا بدينا الحين اسبوع، نقول لك اسبوع بلاعبين جدد، المستوى اللي قدموا اللاعبين يعني بالشر بالخير، لانه الظروف اللي جينا في المباراه يعني في نص الساعه الاولى فاش كنا ب 11 لاعب كنا بدينا كما نقولوا دومينو لو ماتش، بدينا ندخلوا في الماتش. ابري جاتنا سيتياسيون سي لو فوتبول اديس سان كوب كوب خاصك تشوف على الريزلتا. الوغ لا ديسيبلين تكتيك مزيانه، سا مي دون واحد سونتيمون لي بوزيتيف. جو سي الوداد بغينا ندوميناو، ولكن الفو ايتر رياليست ان شاء الله. الحمد لله خدينا ان بوان، سي تري امبورطون كو تي بير با لو بروميير ماتش، كيما ما خسروش. دابا اون فاس اورغانيزي وان شاء الله، جيسبر ان شاء الله دوزيام ماتش كون في واحد لو جو بلي اوفونسيف بلي كونديسيون اللي غادي تكون ان شاء الله. هذا التعقل نتا هو من الظروف، كاين الظروف الجو، حنا جينا هنا 3-4 ايام كما تعرفوا العلو هنايا خاصك 10 ديال الايام. اللاعبين ديالنا في اخر السنه، بالنسبه لينا حنا اخر السنه هذه لاعبين العياء، ولكن هذا الشيء ماشي اعذار، لان حنا الوداد بغينا نوصلوا ما امكن. ولكن كما قلت لك جوست ان اونترينور رياليست واقعي بالنسبه للظروف اللي دمرينا فيها في المباراه والظروف اللي كانت قبل. انا جيت مرتاح للنتيجه، وكما قلت لك طموح باغي ان شاء الله في المباراه الاخرى نحاولوا نقدم واحد المستوى اللي احسن ان شاء الله. نورمالمون هذه بطوله اللي باش نشوف اللاعبين ونشوف ونوجد لهذا، ولكن احنا احترافيين الى بديتي كما تنقولوا دخلتي في الشغل بغيتي النتيجه، ولكن في اخر المطاف هذه بالنسبه لي هي استعداديه. الهدف ديالي الاول هو انه ان شاء الله فاش نبداو نكون كل شيء عندي درايه بالجو بهذا، لانه 25 سنه في الخارج، انا تزادت في المغرب وعندي الحمد لله لعبت مع المنتخب، ولكن نكون مستعد.